السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعدنا لكم من قناتي على اليوتيوب عمدة المصريين في باتيا تايلاند. تحياتي لكم وكل عام وأنتم بخير. احنا باقي بالظبط على المغرب، عندنا نقدر نقول بالظبط 7 دقايق، فأنا حبيت إن أنا بس أوريكم كده الأوضاع. طبعا ده أدي البحر أهو قدامكم، تمام. طبعا الكل عارف عارف أنا فين، تمام. وادي السنترال هناك اهوت، وادي الاسم جنبه، وادي طريق البحر اهوت اللي الناس بتقول لك مفيش حد بيطلع على البحر ومفيش حد مش عارف ايه. الناس قدامك اهيت، ادي الوضع اهوت، الشارع الرئيسي اهو. احاول اقرب لكم قبل ما امشي بيكم جوله كده في البلد، احاول اقرب لكم. انا بس بحاول ان انا اقرب لكم واوريكم اعدي الطريق بس اهوت اهوت، لان في ناس بتزعل من كلامنا. سبحانك يا رب، عايزيننا نكذب. احنا يا جماعه بنكذبش، وفي توقيت، هم عاملين توقيت للناس بتقعد فيه على البحر، وبعد كده لما التوقيت بيخلص بيقولوا لهم اطلعوا، لكن مش مقفوله. دي البلد اهيت اهوت، انا حبيت قبل المغرب، انا كنت في مشوار، الحمد لله نحمد الله نشكر فضله على اي شيء يجيب ربنا كله خير اهوت. حبيت ان انا اهوت، هما بيتمموا اهوت، الناس بتقعد على البحر طول النهار، لكن ابتداء من الساعة 6 أو 6:30 خلاص كله بيطلع من على البحر اهوت. شايفين الشرطة بتلف هيك تمم اهيت، والناس عندها وعي والتزام اهوت. ونمشي بيكوا كده، معلش بقى انا الحامل مش معايا بتاعت عشان الهزه، ونمشي برضو نوريكوا جوله كده قبل ما قبل ان انا كده هفطر على العصير في الشارع، تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا جماعه الذي لا اله الا هو، يعني احنا بنعمل ده كله ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لا حاجه ولا شيء. لان في ناس بلاقي ناس بتزعل لما لما بنتكلم وبنقول حاجات زي كده الناس بتزعل. طب احنا هنكذب يعني؟ احنا هنكذب؟ ونسيبكم تتفرجوا واحنا ماشيين بالسيكل كده على الاوضاع. ده قبل المغرب اليوم، دي اليوم عشان ما اقولكش فيديوهات قديمه. اليوم الساعة 6:30 الا دقيقتين الاوضاع هي. انا بس بعرفكم ودي يافطه اللي مكتوب عليها باتيا المشهوره هي. الناس عايشه طبيعيه، ما فيش مشاكل، وده كله. والساعه 11 زي ما قلنا، الساعة 11 المحلات بتقفل لحد الساعة 4 المحلات بس، لكن الحركة اللي عايز يتحرك اللي عايز حاجة مفيش مشاكل اهو. ده الوضع اهو اهو اهو. انا بوريكم برضو على كل الاتجاهات اهو، عشان ما عملنا اللي يبنينا من ربنا اهو. الناس بتحترم النظام اهو. الشرطة بتقول للناس خلاص بقى اطلعوا الميعاد كده اهو اهو، بتقول لهم اطلعوا من على البحر. الناس بكل احترام وادب بتطلع طول النهار من الصبح لحد الساعه 6 اخر النهار، البحر ما فيش ادنى مشاكل عليه. الناس بتقعد في البحر واحنا عايزين ايه احنا؟ ولكن المحلات طبعا، في محلات كتير مسكره انا بجيبها لكم اهوت، وفي فاميلي مارت وشوف الاليفن المسكر، وفي محلات برضه ما نقدرش ننكر ان في محلات كتير ما مقفله، فده امر طبيعي. حبيبي ابو طلال، تمام.
ايه على فين؟ على فين؟ طيب بعمل الفيديو كده عشان الناس عايزه تعرف الاحوال شكلها ايه. ده ابو طلال حبيبنا، تمام، وده شارع الوكن ستريت، ده شارع الوكن ستريت اهو اهو. بس انا طبعا اتجاهي مش اتجاه الوكن ستريت. انا بس يعني والله ما كانت في الدماغ يعني، ولكن هو إرادة ربنا سبحانه وتعالى، كل شيء بأمر الله. أنا كنت في مشوار فجت في دماغي كده إن أنا أعمل لكم بس، عمري ما عملت بس بقالي فترة من النهار. وأدي المطعم ده شفت أنا هو عمري ما عملت بس، فقلت نعمل لكم بس ونوريكم الدنيا ماشية إزاي. هلا أبو طلال، أنت كده على اليوتيوب. بقول لك على اليوتيوب. وده طبعا ده محل المشهور للشاورما، صاحبه محترم جدا اعرفهم معرفه شخصيه، وناس قمه الادب وقمه الاحترام والذوق. طبعا احنا واقفين عشان الاشاره، انتوا شايفينها. انا جايب لكم الشارع الرئيسي للبتايا عشان الناس نبقى احنا كده بنوفر الامانه لاصحابها. وان شاء الله خير، ان شاء الله اليوم الجاي ان شاء الله تبقى خير. والله العظيم انا ما بفكر في بكره، خلي بكره على الله. اليوم اللي يعدي عليك سليم فاحمد الله سبحانه وتعالى واشكر فضله، لان اليوم اللي بيعدي عليك وانت سليم ده في غيرك بيتالم من المرض، في غيرك مش عارف ينام من المرض، في غيرك تعبان من الجوع، في غيرك مهموم ومديون. فان كان اليوم بيعدي عليك بخير فاحمد الله رب العرش العظيم. طبعا انتوا عارفين ان يمين كده هيوديك على الفي سي وعلى شارع العرب يمين كده، وعلى طول بقى احنا هناخد الطريق على طول ان شاء الله، هيوديك على الفانشيب، وهيوديك على اللهم صل على النبي، يا جماعه بقى الهزه ولا الصوت، علشان طبعا انا راكب السيكل وخلاص يعني. ده المغرب هيدنا، انا بصور لكم يعني المغرب خلاص بالظبط دقيقه واحده، دقيقه والمغرب هيأذن وانا على السيكل. الله يرزقك، الله يرزقك بحي جاي النبي. ابو شهاب، ابو شهاب يا غالي، ابو شهاب يا غالي، ابو فطيم يا غالي، تحياتي لاخواتي وحبايبي، اخويا وحبيبي ابو فطيم في دوله الامارات، واخويا وحبيبي احمد ابو شهاب كويتي في دوله كندا. والله يا الله العظيم اقول لكم كلمه قبل ما افطر، ما اقول لك ودعوه الصائم من ضمن الثلاثه لا ترد دعواتهم امام عادل، ودعوه المظلوم والصائم حتى يفطر، ودعوه المظلوم قبل ما افطر كده اهوت. الله يرزقك يا احمد، يكفيك شر الامراض، وانت يا ابو فاطمه الله يكفيك شر المرض ويبارك لك في اولادك. اخواتي وافتخر والله يعني، احنا لو قعدنا نقول لكم شكرا مش هنديكم حقكم، ولكن رب العزه سبحانه وتعالى يكرمكم بكرمه. اخواتي اللي بحبهم واتمنى لهم الخير، الله يرزقكم من اي من حي من اوسع ابوابه، يكفيكم شر المرض. حبايبي الغاليين تحياتي لكم. وادي طبعا الفانشيب اهو، الفانشيب اهو، انا بس يعني عشان الوقت ازف، فانا بسرح شويه على المكنه. كل دي محلات شغاله يا جماعه، جوله اهي. فان شاء الله تبقى ان شاء الله باذنك يا رب فتحة خير باذنك يا رب، والبلد تفتح وتبقى الدنيا بخير ان شاء الله. الحمد لله الاشاره فتحت اهي.
انا قلت اجيب لكم جوله كده، فسامحوني بقى ان كان في اذى في التليفون، عشان احنا بس راكبين المكنه بتتحرك. دقيقه واحده اذان المغرب. خلاص مدفع الافطار ضرب يا جماعه، كل سنه وانتم طيبين. يا رب فوضت امري لك، يا رب فوضت امري لك يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني يا رب، كل من ظلمني يا رب وجاء علي، حسبي الله ونعم الوكيل قبل ما افطر يا رب، حسبي الله ونعم الوكيل، وكل من وقف جنبي في شدتي الله يبارك له ويخلي له اولاده ويستره ويرزقه حجر احجازي. دعوة الصائم. انا بقول حاجه، انا بقول حسبي الله ونعم الوكيل على ظلم، بس ربنا بيستجابش الا من المظلوم. طبعا انا كده في الشارع بتاع، انا بسرع بس عشان تشوفوا الاذان اهوت. انا والله الواحد ما بياكل ولا بيشرب، بس يعني ايه التحليل بتاع عشان اصلي، بس يعني انا حبيت اعمل جوله لكم كده سريعه كده. طبعا شارع المسجد، وده مسجد طاعة اللي انا جبته اهوت، ده سوي بتايا 6، ده شارع 6 مدخل بتايا، وادي مسجد طاعة الله اهوت. يا رب يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب وسامحنا يا رب. وادي مسجد طاعة الله اهوت جبناه لكم اهو. واحد زي من الاخوه الاجانب عامل كاميرا وبيصور، فهو شافني طبعا وانا بصور، ف الجماعه صحيح كل ما افتكر انسى. الجماعه انا عندي 2، كل ما انزل فيديو الاقيهم بيعمل لي نو جود. طب وانت ايه اللي مقعدك عندنا؟ هو انت حاطين في دماغك وانا مش عارف مين اللي عندي على قناتي؟ انا في ناس سايبه على قناتي كده علشان احرق دمها بس، لان انا عارف ان هم اللي يعوزوا بالله ناس مش ربنا يكفينا شرهم. انا عارف كل واحد على القناه بتاعك يا اخويا. لما انت مش عاجبك الفيديوهات بتاعتنا اللي معادك عندنا ما تخرج، ما انا ممكن اعمل لك بلوك واخرجك من القناه، بس انا اللي مش عايز، انا اللي سايبك تتفرج. بس دي معلومه حبيت اعرفها يعني لبعض الناس. كل لما افتكر والله انسى، كل لما افتكر اقول انسى. طبعا يا جماعة بسم الله، طبعا نسيبكم عشان نحلل صيامنا بقى يعني بشوية عصير ولا حاجة، لان انا داخل البيكسين نجيب للمعلم سمير ابني اللبن بتاعه. فخلاص بقى كده عشان خاطر تحياتي لكم، وانتظروني ان شاء الله في فيديوهات قادمة. تحياتي لكم من بتايا تايلاند، اصغر واحد واقل ما خلق ربنا على الوجود. اللهم اجعلنا يا رب متواضعين على طول لابتغاء مرضاتك. سيد العمدة، وتحياتي لكم من بتايا تايلاند ومن مدخل بتايا، وكل عام وأنتم بخير، وانتظرونا في الحلقات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.